ريما ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، مرة جديدة أهلا وسهلا فيك باليوم على الحرة. ريما، بداية خبرونا عن بتصومي شهر رمضان المبارك والكريم، وشو وحر وعندك كتير مسؤوليات وشغل وتحضيرات، كيف عم تقدر خبرينا؟ الحمد لله، يعني الواحد اللي بيحط براسه انه بده يعمل اللي ناوي يعمله اللي يعمل شيء، يعني العالم كله بتفكر ان الشغل مستحيل، لا يعني مثل ما كانوا بالبيت عم يشتغل هون عم يشتغل، الحمد لله كل شيء ماشي حال وكليم عم بعمل بفيه يعني منيح، وقد ما يكون يعني الوقت بنهار يعني عم باكل بالليل ولا الصبح بتشوفني على طول عندي انرجي عم بنبسط وعم بضحك مع البنات، لانه الواحد اللي بينبسط بضله بازلف بيصيرش معه ولا اشي اللي بيحبها. ان شاء الله يكون الصيام مقبول. ريما، هل صحيح انك انت عم تتميزي شوي عن المتبريات على الاخريات، عم يكون عندك دعم اكثر؟ يعني عند وصلنا على مطار لاس فيغاس ما شاء الله عليك كنت منوره على الشاشات بشوارع فيغاس وين ما كان. صح، يعني اول شيء بعتقد لازم يتذكر العالم انه نحن بامريكا وانا بس يو اس اي. طب مستر ترامب والاورجنايزيشن قالوا انه انا ممكن اكون اول وحده، يعني مش شهرت كثير يعني، بس الواحد يعني العالم عم تعرفني باسمي وبشكلي بدل ما كنت لابسه بس يو اس اي، وهيدي كثير يعني شغله حلوه. فيما مؤخرا وجهتي رساله للرئيس باراك اوباما، خبرينا شو قلتي له بهالرساله؟ اللي حبيت اعمله انا كنت بعدني ربحانه والعالم كثير عم تعمل اشياء سؤالات، انه كنت بتفكري حالك انه انت عن جد بس يو اس اي، وبعتقد انه هالسؤال ما كان توجه اذا شخص كان مثلا فرنساوي من ايرلند او يعني دين ثاني، بس لانه انا يعني عرب فبعتصهم هيك حس العالم انه يسالوني هالسؤال، فكنت قاعده عم بحضر الاخبار وشفت انه برزيدنت اوباما عم يعمل سبيتش وفيلم قالوا لي هي صعب كثير، بس صار انه بعد شهر اجوا عملوا سربرايز الشخص اللي بيعمل فيكتوريز سيكريت فاشن شو، قال انا بدي اعملها يا ريما وقدرت اعمل الكاستم احسن من اللي انا بسمعها. حسي انه اول شيء انبسطت كان بامريكا لانه اهلي دغري كانوا هون، يعني هي من تحت هلا على الطابق 21 احنا عم نحكي كنا عم نتروق، مبسوطه كثير انه اهلي كلهم عم يوصلوا جايين من لبنان اليوم هم عم يوصلوا جايين من امريكا من نيويورك من كاليفورنيا عندي عيلتي كلها جايين هن اللي كانوا وراي من اول نهار فكثير مبسوطه انه حسالك قد ايه عم تنبسطي لما تشوفي قد ايه عم تحسي بفخر لما تشوفي انه في فتيات من عمرك عم تكوني انت مثال لهم، شو حابه توجهي تحيه لمشاهدينا بلبنان وبالعالم العربي؟ انبسطت كثير انا اول شيء لانه في سمعت كمان مش بس انه واحد من لبنان من الجنوب، بس في بنات كثير جايه هالسنه، في منهم عاملين عائلة طول ما انت عم تواجهوني وعم تنبسطوا فيي وبتعملوا لي سبورت انا عم تنبسط معك. Thank you so much. ان شاء الله one day نتعرف على بعض.